أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ملف الحديدة بعد مرور عام على عجز الأمم المتحدة من وقف إطلاق النار وإعادة نشر وتوزيع القوات. قال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهجيت جوها أنه ستجري في الأيام القادمة مناقشة المفهوم العسكري للعملية في الحديدة. أضاف جوها في حوار مع الشرق الأوسط أن عملية إعادة الانتشار الفعلية لن تكون ممكنة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسيا، وأشار إلى أنه يتابع ضمان تسهيل الجوانب العسكرية لوصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية التي تشمل أفضل الطرق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل الفشل قائما في تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة؟ وهل يمكن للأمم المتحدة ومراقبيها تقديم شيء يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. اتفاقات عديدة عقدتها لجنة إعادة الانتشار المشتركة بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية برعاية أممية لحل أزمة المواجهة العسكرية في مدينة الحديدة، لقاءات على متن سفينة أممية في عرض البحر، ولقاءات أخرى في البر، لكن لا لقاءات البر أثمرت ولا لقاءات البحر أيضا، وتبين للطرفين أخيرا أن المشكلة ليست في المكان. 5 مراكز متوزعة حول مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار، ومع ذلك فالخروقات مستمرة. أين المشكلة إذن؟ فأبهاجيت جوها هو ثالث عسكري تعينه الأمم المتحدة لقيادة مفاوضات بين الطرفين لإرساء سلام مقتضب وبأي صيغة كانت. حيرة طويلة صاحبت هذا الجنرال جعلته أخيرا يدلي من على متن سفينته بتصريح حول طبيعة الأزمة، قائلا إن عملية إعادة الانتشار الفعلية لن تكون ممكنة في الحديدة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسيا. إذن الأزمة سياسية قبل أن تكون عسكرية، والتوجه جغرافيا إلى صنعاء والمخا ستكون ضمن مهام رئيس اللجنة الأممية في الأيام القادمة كما يقول. لم ينسى جوها خلال هذا الفشل التأكيد على قيامه بدور آخر، حيث أشار إلى أنه يتابع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية التي تشمل أفضل الطرق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. هذه المراجعة لمكامن الخلل أتت بعد فشل جميع الاتفاقات السابقة في أن تكون واقعا على الأرض، فقد تعرضت مرارا مواقع قوات الجيش الوطني في الحديدة لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا الحوثي، كما حدث مؤخرا في مديريتي الدريهم والتحيتة. بيئة عمل صعبة قد لا تلام عليها الأمم المتحدة في حال فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر، وأطراف فقدت الثقة فيما بينها، تتبادل اتهامات مكررة حول الطرف المعرقل. كل ذلك يبقي مصير مدينة الحديدة المفتوحة على البحر الأحمر بشأن تحقيق السلام مجرد تكهنات سياسية ومحاولات قد لا يكتب لها النجاح. أبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن الناشط السياسي طارق سرور. أهلا بك أستاذ طارق. مرحبا أخي الكريم، أهلا وسهلا. برأيك إلى متى ستظل الحديدة عالقة في حالة اللا حسم السياسي والعسكري ولا حل بشكل عام؟ للأسف الشديد أخي الكريم، الموضوع مطول ومنذ عام على مرور اتفاق ستوكهولم، والحديدة تعيش وضع مأساوي ووضع مؤلم أكثر من الوضع الذي كان قبل اتفاق ستوكهولم، والذي جاء هذا الاتفاق تحت عنوان الوضع الإنساني الذي ازداد معاناة من بعد هذا الاتفاق. الاتفاق من بدايته كان اتفاقا هشا واتفاق رقاق وغير واضح، هناك ضغوط دولية كانت حريصة على أن يتم أي اتفاق أو أي نصر وهمي للأمم المتحدة أو للمبعوث الدولي غريفيث. كثير من بنود هذا الاتفاق هي غير واضحة ومتعددة التأويل، وكل فريق يحولها لصالحه لم تكن حاسمة، وبالتالي منذ هذا الاتفاق زادت وتضاعفت معاناة المدنيين في الحديدة بشكل كبير جدا. قبل هذا الاتفاق جاء لإنقاذ ميليشيا الحوثي
ولإيقاف تحرير مدينة الحليلة من قبل المقاومة المشتركة قوات العمالقة والمقاومة التهامية. كانت هذه القوات على بعد 3 كيلو من ميناء الحليلة فقط. جاء هذا الاتفاق لإيقافها للأسف الشديد. جاء هذا الاتفاق لتعود هذه الميليشيات لالتقاط أنفاسها وإعادة السيطرة على مدينة الحليلة وإعادة خلق مدينة الحليلة وسكانها واستمرار العبث والقتل اليومي للمدنيين. منذ اتفاق ستوكهولم زاد عدد المتضررين من ألغام هذه الميليشيا. تمكنت هذه الميليشيا من إحكام الخنق المدينة بإقامة الخنانق والتقطع على كافة المدينة يوميا وإلى اليوم وإلى الساعة. يعاني المدنيون في مدينة حيش وفي الدبيلي وفي التحيتة وحتى في الخوخة من قناعات هذه الميليشيا. يعاني المدنيين يوميا من تفجير الألغام في الأطفال وفي النساء وفي الرعاة. لم يتمكن المواطنون حتى من مزالة أعمالهم البسيطة أو التنقل بين المدن. للأسف الشديد الخروقات مستمرة بشكل يومي من قبل ميليشيات الحوثي. السيطرة على المواني بشكل كامل. كانت هناك أيضا مسرحية هزلية مع الرئيس بعثة الانتشار الأول كامر وفي محاولة للعب على المجتمع الدولي بشكل عام وهي تسلم موانئ الحليلة من قبل ما يسمى خبر السواحل وهي نفس الميليشيات التي غيرت فقط الزي. ولهذا كان كامر رجل المحترم مقدم استقالته. للأسف الشديد وضع مؤلم بكل ما تحميها الكلمة. الظالم نستطيع أن نقول عام كامل من الفشل على اتفاق ستوكهولم. لم يحقق أي نتيجة سوى التكاليف العالية والإيرادات المرتفعة لأعضاء اللجنة التي هي تحسن على الحليلة. لا المساعدة الإنسانية لم تصل. تم تدمير أكبر مستودع لبرنامج الغذاء العالمي وهو مطاحن البحر الأحمر من خلال هذه الميليشيا. تم الاعتداء على فرق المراقبة. تم الاعتداء على رجال الأمم المتحدة. للأسف الشديد المبعوث الدولي غرفت يدلل هذه الميليشيات ولم يطرح في يوم من الأيام لأنها طرف معرقل. كل إفاداته في مجلس الأمن للأسف الشديد. طيب سنتحدث أكثر. طيب سنتحدث أكثر عن تعاطي الأمم المتحدة مع الأطراف. طيب. طيب طارق ما زالت لدينا محاور كثيرة سنتحدث في هذه الحلقة. نعم حبيبي. طيب نشرك معنا بالنقاش من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر الودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بكم. بداية نود أن نستمع لتقييمك حول أداء الأمم المتحدة في مسألة الحديدة. واضح من البداية بأنه القراءة ما يسمى اتفاق ستوكهولم أتى لوقف معركة الحديدة والوقف التقدم والدخول إلى مدينة الحديدة. هذا هو الهدف الأساسي من ذلك الاتفاق والإعلان. بعدها طبعا الحوثيين استفادوا من وقف العملية وعززوا مواقعهم داخل مدينة الحديدة وحولها وأصبحوا مطمئنين بأن الحرب توقفت وبأن الهجوم توقف نحو مدينة الحديدة. الأمر الذي جعلهم أيضا يتعنتون أو أن يمتنعوا عن تنفيذ أي شكل من أشكال تنفيذ البنود وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب من الحديدة. وما كان يعني أيضا كان الاتفاق منذ البداية كان الاتفاق أو الإعلان غامض فيما يتعلق لمن ستسلم الحديدة لأنه تحدث عن قوات الأمن المحلية ولم يذكر نوعها وصفتها. والحوثي نعرف أنه مسيطر عمليا وهذه القوات تتبع له بعد أكثر من 4 سنوات على سيطرته على الحديدة.
ويظل موقف الأمم المتحدة وموقف الرمادي دائما، لا يتخذ مواقف ولا يعلن بشكل واضح وصريح عن أي خروقات أو عن أي عدم التزام من هذا الطرف أو ذاك، وهذه من طبيعة مهمة قوات السلام، هي ليست قوات الفرض السلام، هي قوات فقط مراقبة، وحتى هذه القوات الحوثي لم يسمح للعدد بأن يكتمل، رفض أن يصرح وأن يعطي الفيز لجميع أعضاء المراقبة، لجنة المراقبة الذي حددوا في البداية ب75 شخص، لكن حاليا في الميدان ليس هناك أكثر يمكن من 25 شخص على أفضل تقدير. طيب هو أشار أيضا جوها أشار إلى أن مشكلة الأمن المحلي وإعادة انتشار هذه القوات سياسية. يعني طبعا يعني كل شيء هو مربوط بالسياسة. الحوثي بيقول إنه القوات الأمن المحلية هي نفس القوات الموجودة، وهذه القوات نعرف أنها أصبحت قوات حوثية، حتى ما سمي بخوفر السواحل هي قوات حوثية، حتى القائد هذا قائد حوثي ليس له علاقة بالقوات البحرية أو قوات خفر السواحل الذي عملوا المسرحية قبل أكثر تقريبا 10 أشهر عندما أعلنوا بأنهم انسحبوا وسلموها لقائد حوثي، فقط غيروا الزي زي ما قال الأخ طارق، وبالتالي الأمر منذ البداية كان واضح بأن الحوثيين هم المستفيدين من إعلان السويد وهم مستفيدين من وقف إطلاق النار، وأنهم لن ينسحبوا بالمعنى الفعلي من الميناء أو من مدينة الحديدة، وما دام الطرف الآخر لا يمتلك صلاحية استئناف الحرب سيظل الحوثي رافض. يعني ليش؟ يعني هو ببساطة ليش حينسحب الحوثي؟ يعني مستحيل ينسحب الحوثي ويسلم ميناء الحديدة كما يقول الطرف الآخر بأنه على الحوثي أن ينسحب ويسلمها لقوات تتبع ما يسمى الحكومة الشرعية. يعني هذا أمر مستحيل، الحوثي ليش حيلتزم فيه ما دام هو غير مجبر على أن ينفذ هذا الأمر؟ لن ينسحب. طيب أستاذ طارق، تقول أن الأمم المتحدة فشلت في كل مساعيها لإيقاف وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في المحافظة بالداعي الإنسان الذي كان العنوان الأبرز لما يخص الحديدة، ما هي أسباب هذا الفشل برأيك؟ أستاذ طارق؟ لا أخي الكريم، سؤالي لك عن أسباب الفشل. أنت تقول أن الأمم المتحدة فشلت في كل مساعيها فيما يخص وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة وتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة، ما هي أسباب هذا الفشل؟ نعم، أؤكد بأنها فشلت، وأهم أسباب هذا الفشل بأن بنود هذا الاتفاق كانت مطاطية وغير واضحة ومتعددة التفسير، أيضا تماهي الأمم المتحدة مع تحالف ميليشيا الحوثي للتنفيذ، عدم وجود الجدية الواضحة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي على إجبار الميليشيات على تنفيذ الاتفاق، هذه كانت أهم أسباب بنود هذا الفشل. طيب أعود للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، هل باعتقادك يمكن للأمم المتحدة ومراقبيها تقديم شيء يمكن البناء عليه في المرحلة القادمة فيما يخص الحديدة؟ ليس بإمكان لا هذا الفريق ولا غير هذا الفريق أن يقدم أي شيء في الحديدة وفقا للتوازنات وفقا لطبيعة الصراع. دورهم الأساسي الآن هو المراقبة بأن لا تستأنف معركة الحديدة بالشكل الذي كانت عليه قبل إعلان السويد، هذا هو دورهم الرئيسي وسيستمروا بلعب هذا الدور، أكثر من هذا الدور لا يمتلكوا، لا يستطيعوا، لا يجبروا الحوثي ولا يجبروا الطرف الثاني على أن ينفذ ما يريده، وبالتالي فقط سيظل هذا الفريق ينظم اجتماعات دورية هنا وهناك على ظهر هذه السفينة
سيظلوا أيضا يستلموا مخصصاتهم وهي مخصصات عالية جدا لأنهم يعملوا في مناطق خطرة، وسيظل المجتمع الدولي مهتم فقط بأن لا تستأنف العمليات القتالية الكبيرة في مدينة الحديدة، ومع ذلك ستظل المعارك منتشرة في ريف محافظة الحديدة، في الدريهمي، في حيس، في أكثر من منطقة سيظل هنا وهناك معارك، وربما يكون هناك معارك كبيرة في هذه المناطق خاصة إذا ما قرر الحوثيين استعادة المناطق التي خسروها في حيس أو قطع الطريق الواصل بين الخوخة وبين مدينة الحديدة الطريق الساحلي. في هذه الحالة قد يقوموا بعمليات كبيرة، وسيظل أيضا موقف المراقبين هو فقط رفع تقارير في حال حدوث مثل هذا الأمر، لكن القرار الفيتو الدولي بمنع اقتحام الحديدة لا زال ساريا، وحتى ذلك التاريخ حتى يزول هذا الفيتو ستظل دور الفرق الأمم المتحدة هو فقط المراقبة بمنع اشتعال المعارك في الحديدة. هذا هو دورها الأساسي وفي نفس الوقت الدور الممكن. أما الأدوار الأخرى وهو الإشراف على انسحاب الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة هذا لن يتحقق لأن الحوثيين لن ينسحبوا انسحاب حقيقي ولا انسحاب شكلي كما حدث في ميناء الحديدة، وهو أمر لم يغير من المعادلة شيء. طيب أستاذ طارق، بالنظر إلى الواقع الموجود اليوم في الحديدة وأيضا إلى التصريحات التي أدلى بها للشرق الأوسط الجنرال هندي، ما الممكن، ما الدور الممكن اليوم للأمم المتحدة وبعثة مراقبيها المتواجدين في الحديدة؟ هل يمكن أن نلمس أي تطور إيجابي؟ أخي الكريم، نحن كأهالي مدينة الحديدة فقدنا الأمل في أي دور إيجابي للأمم المتحدة أو لبعثة الانتشار أو للمبعوث الدولي. كما قلت سابقا المعاناة تضاعفت بشكل كبير جدا عما كان الوضع قبل الاتفاق. اليوم المعاناة تضاعف بشكل كبير جدا مع القرار الغير مسؤول المتخذ من قبل ميليشيا الحوثي المتمثل بعدم التعامل مع العملة الجديدة، والذي ضاعف بشكل كبير معاناة المواطنين بشكل عام وعلى الأخص سكان مدينة الحديدة. هذا القرار الذي أدى إلى توقف صرف الرواتب من قبل الشرعية لشهر ديسمبر عن موظفي محافظة الحديدة، والذي كانت نفذته الشرعية تنفيذا أيضا لاتفاق ستوكهولم. نتيجة هذا القرار الغير المسؤول وهذا القرار العشوائي من قبل الميليشيا توقف صرف رواتب ديسمبر ل 34 ألف موظف بالحديدة يعيدون أكثر من 200 ألف فرد، بالتالي ازدادت المعاناة ولا نجد أي تصريح أو أي ضغط من قبل المبعوث الدولي أو من قبل بعض الأمم المتحدة حول إلغام الميليشيات على إلغاء هذا القرار. بالتالي نحن نزداد معاناة إخواننا وأهلنا يرجع في الحديدة وكافة مديرياتها يزدادون يوميا بالوضع الأكثر سيء نتيجة هذا القرار الأممي. بالتالي نحمل أو نحن أيضا مجلس التهام الوطني نشهد بمناسبة مرور عام على اتفاق ستوكهولم حملات ووقفات كبيرة بعنوان ستوكهولم عام من الفشل، يطلب فيها من المجتمع الدولي التدخل وإيقاف هذا الاتفاق والسماح للقوات المشتركة بتحرير مدينة الحديدة واستمرار التحرير وتخليصها من هذه الميليشيات. هذا الحل الذي نراه من الممكن أن يوقف معاناة أهالي وسكان مدينة الحديدة. طيب أستاذ عبد الناصر، تقول أن الهدف الحل للأمم المتحدة هو بقاء الوضع على ما هو عليه في الحديدة وعدم حدوث أي تقدم للقوات الشرعية. بالأمس كان هناك حديث لطارق محمد عبد الله صالح عن نيته للتحرك العسكري، بالتزامن أيضا في ذات التوقيت ربما هناك تحديث حديث للجنرال هندي جوها يقول أنه المطلوب الآن تحديد المفهوم العسكري، هل هناك علاقة لذلك؟
أعتقد بأن هناك علاقة، بالإضافة أنه طارق صالح أو غيره سلطتهم هي محدودة ومنوطة بسلطة الوكيل الخارجي الذي بيدير هذه العمليات. نعرف أن قوات طارق صالح أنشأتها الإمارات وهي حاليا وسابقا تحت إمرة الإمارات والسعودية، وهاتين الدولتين هناك قرار غير معلن من في قرار من الأمم المتحدة وكذلك ما يسمى إعلان السويد، بالإضافة إلى أن أمريكا وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا ألزمت هاتين الدولتين بوقف معركة الحديدة، وبالتالي معركة الحديدة ليست منوطة لا بهادي ولا بطارق ولا أي بمسؤول يمني. وما دام الدولتين السعودية والإمارات ملتزمتان أمام العالم بأنهما لن يحركا معركة الحديدة ولن تتحرك القوات، فتصريح طارق صالح وغيره هي تصريحات فارغة من المعنى، لأن هؤلاء ليس لديهم السلطة الحقيقية. يعني لو كان لدينا في اليمن ما يسمى سلطة شرعية لقررت هي ما تريد وما لا تريد، لكن لدينا ميليشيات هنا وهناك تدار من الخارج من قبل السعودية ومن قبل الإمارات، وقد تسمع من هذا المسؤول تصريح هنا وهناك، لكن هو يدرك في قرارة نفسه بأنه مجرد تصريح ليس له من قيمة، كونه غير مخول ولا يمتلك الصلاحيات الكاملة ليتخذ قرار. لا يستطيع طارق صالح أن يحرك قوة، ولا يستطيع عبد ربه منصور، ولا يستطيع الزبيدي، ولا يستطيع أي من ما يسمى القادة في اليمن وهم في الأخير أجراء وموظفين لدى الخارج الإماراتي أو السعودي، لا يستطيع أي منهم أن يتخذ قرار لا فيما يتعلق بالحديدة أو غير الحديدة ما لم يوافق عليه المسؤول الذي بيصرف على هذه القوات، لأنه من يمتلك المال، من يمتلك إدارة هذه القوات هي الدول التي بتصرف عليها، أما القادة هؤلاء هم قادة صوريين، يعني حتى لو كان لهم سلطة فعلية على أصحابهم لكنهم لا يمتلكون الوسيلة وهي المال ولا الأسلحة ولا حتى القرار السيادي. اليمن ليست دولة الآن نستطيع نقول عليها دولة ذات سيادة، اليمن عمليا هي تحت وصاية خاصة في الشق خارج الحوثيين، الحوثيين أيضا هم بشكل أو بآخر تحت الوصاية الإيرانية لكنهم أكثر استقلالية من القوى الأخرى لأن لديهم موارد محلية، هم لديهم موارد ذاتية تجعلهم أكثر استقلالية عن إيران من الطرف الآخر. الطرف الآخر لا يمتلك موارد حقيقية، والموارد التي يمتلكها بينفقها في الفساد ولا ينفقها في تقوية مركزه العسكري أو مركز مؤسساته العسكرية. لهذا السبب كله ستظل معركة الحديدة كما هي عليه، لا يستطيع أحد أن يتحرك، هناك فيتو دولي وهذا الفيتو لا زال ساريا حتى الآن، ويبدو في المستقبل المنظور سيستمر هذا الفيتو، وما دام هذا الفيتو موجود لا نتوقع أن تحدث معركة في الحديدة. ستبقى بعض المناوشات قد تتصاعد هنا وهناك، لكن لا أحد يغير من مواقعه حول مدينة الحديدة، لكن الساحات الأخرى في محافظة الحديدة مفتوحة على أكثر من احتمال، قد يحدث اختراقات وخاصة من جانب الحوثيين لأنهم في الوقت الحالي هم الذي لديهم القدرة على المبادرة كونهم الطرف الأقوى والطرف المستقل والطرف الذي قادر أن يتخذ قراراته بنفسه وليس من خلال أوامر تأتيه من قبل الوصية الإماراتية والسعودية. أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المداح، كنت معنا من عمان. أختم مع الأستاذ طارق سرور من الحديدة، تقول أن هناك الآن ضغط ربما شعبي على الأمم المتحدة لأنه اتفاق ستوكهولم فشل والمعاناة تزداد بين أوساط الأهالي في الحديدة، ما المطلوب اليوم من الحكومة لأن يفعل هذا الضغط ويكون إيجابي على الأمم المتحدة وداعم للجهود الشعبية؟ المطلوب
المطلوب من الأمم المتحدة تبني المطالب الشعبية والمتمثلة بالضغط على المجتمع الدولي والدول الخمس دائمة العضوية الأمم المتحدة بإيقاف اتفاق ستوكهولم بالسماح بالنواحي الإنسانية التي كان أساسها هذا الاتفاق بالتنفذ بالضغط على ميليشيات الحوثي لعدم اللعب بالجانب الاقتصادي وبالتالي إلغاء قرار عدم استخدام العملة القديمة حتى يتمكن الموظفين الفريدة من استلام رواتبهم. يجب أن يكون أيضا موقف جاد من قبل الحكومة بالتلويح بانسحابها من هذا الاتفاق بشكل أحادي، وعليها دعم المقاومة في الساحل الغربي، وهم قادرون بإذن الله تعالى على تحرير مدينة الحرية وعلى تخليص أبنائها من عبث هذه الميليشيات. فقط ينتظرون الضوء الأخضر والدعم من قبل الشرعية ومن قبل الحكومة. عليها أن تتحمل مسؤوليتها الأمنية والأخلاقية تجاه هذا الألم وهذا الموت اليومي الذي يعانيه أبناء الحليلة منذ عام ومنذ اتفاق الشكر بالذات. أشكرك جزيلا الناشط السياسي طارق سرور، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. في الختام تحيات طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم محمد عبد المغني، في أمان الله.